حاجه باغيين على بلادنا. حنا ما شحال من واحد نطلب فوق الالف ديال البشر عندهم خدام ما تيلحقوش يسكن فيه. وبلادنا الدوالينا المعمرين اللي هو كبير تيدخل تما تنخافوا منه تيخوفنا تيدير لنا بلادنا. راه كلشي معروف. راه ما شحال ديال الاراضي ديال ولاد مليك جيو حنا نديروا عاده عام مهندس يورينا بلادنا كلها. اللي هو جا مهندس هذا وزير كبير ولا برلماني ولا مسؤول كبير تيجي تيدير لنا ارضنا. حنا تنخافوا. حنا ضعاف ما عندناش. حنا حاطين في الغابه محوزين علينا ما عندناش المعيشه. ولادنا ما تنزبروا باش نقريوهم. عن نقل حايرين فيه ما عندناش. عندنا كلشي ضعيف. ما السبيطار ما كاينش. الناس ضعاف مساكن باغيين عا يتفلحوا الارض وهذا ما عندهمش. شحال من واحد دابا باغي يتفلح بغيت يعا خدمه خاصك الفلوس. اي حاجه ولات بالفلوس. اي حاجه ارض بالفلوس كلشي داوها لينا المعمرين الكبار. كاين فيها قباش كاين فيها بزاف تما دخلوا لينا من الزور. كاين من الزور مستعمر فوق 1000 قطار واخذها لينا الماكينه ديال السلاليه. علاش ياخذوا البلاد؟ برلماني ياخذ البلاد؟ علاش ياخذوا لينا بلادنا؟ علاش؟ حنا ضعاف ولاد مليك اللي جا تيهددنا عام خزني تنخافوا منه تيقول لهم مشيتي قتلوك. وحنا بلادنا خايفين منا. حنا تنطلبوا ارضنا. احنا الدراري كلشي ولادنا فلاحه باغيين على البلاد باش يتفلح. واحد تيفرق من باه باه عنده خدام اش يعطيه؟ ما صبر فين يسكن؟ هذا راه عيب هذا ومنكر. اللي صوتنا عليه اللي جا عندنا تيقول صوت عليا احنا عندي لك تنشد انتخابات تيطير.